نقل سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأولي لرئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس كارلوس ألفارادو كيسادا رئيس جمهورية كوستاريكا المنتخب وتمنياتهم له بالتوفيق والنجاح ولشعب كوستاريكا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. جاء ذلك لدى مشاركة المندوب الدائم في مراسم تنصيب فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا التي جرت في العاصمة سان خوسيه، حيث أشاد سعادته بمسار علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين وما تتسم به من شمول وتطور مستمر، مؤكدا حرص البحرين الدائم على تنمية هذه العلاقات لآفاق أرحب بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.